رايح فين؟ راح اتفرج على البرنامج بتاع شوقي. انت من امتى بتتفرج على شوقي؟ عشان النهارده هيتكلم عن الحادثه، كنت عايز اعرف هو هيتكلم ويقول ايه. هو انت فارق معاك كريم؟ ايوه. طيب اتكلم بجد، تحسس بايه؟ حاسس بايه؟ مش لازم ابين انا حاسس بايه. وبعدين ايه ممكن يتعمل انا ما عملتهوش؟ الدكتور طمنا وقال كلها كام يوم وهيفوق يبقى زي الفل، وده اهم دكتور مخ واعصاب في مصر، والورق بتاعه بعتناه لدكاتره في اوروبا، واللي هيقولوا عليه هننفذه. ايه تاني ممكن يتعمل؟ مش حاسك موجوع على ابنك؟ ايوه، عشان ابقى موجوع بقى اعمل ايه؟ اقعد جنبك واعيط؟ يا ستي كل واحد بحس بطريقته، الناس مش زي بعضيها. لا، الكلام ده تقوله لي انا علشان تقنعني وتبرر عدم اهتمامك بيا، وانا هشتريه منك على فكره عادي، وهاخدك كمان على قد عقلك. بطلي عبط يا اروى والنبي. لا بطل انت انانيه، عشان انت ما بتحبش غير نفسك. انا؟ اه انت. طب اتفلقي بقى. اتفلق؟ كتر خيرك. اه كتر خيري، كتر خيري جدا. عايزه تعرفي خيري شكله عامل ازاي؟ تعالي وانا اقول لك. عيسى تعالى افرجك على خيري. تعالي. لا تعالي اوريكي خيري. تعالي اتفضلي يا ستي. كتر خيري صح، ما خير اهو، خير اهو. عايشة في فيلا وكل حاجة بتجيبك وكل مجوهراتك وسنيهاتك، كل ده منين؟ من شقاية وجدي صح؟ حتى اللي انت بتقولي عليه غلط في شغلي كان عشانك وعشان العيال صح؟ وانت سبب يا أرواح، انت سبب. فاكرة؟ بابا الله يرحمه مات، كان بيحبنا قوي بس ما سابلناش حاجة، اتمرمطنا من بعده. عايزة ايه مني؟ عايزة عيالي يقولوا عليا زي ما انت بتقولي على ابوكي. بتكلمي عن كريم؟ تعالى اوريكي كريم. تعالى. لا تعالى اوريكي كريم. اتفضلي قدام، اطلعي قدام. تعالى اتفضلي. تعالى خش اوضتي في الفيلم. يلا تعالى اتفضلي. تعالى اوريكي اوضه كريم. تعالى تعالى اتفضلي. تعالى. دي شكل اوضه عيل ابوه مش بيحبه. ها يا بابا انا عايز العب كوره. تلعب يا حبيبي، تروح احسن اكاديميه وتلعب في الفرقه بتاعتك. يا بابا لا، انا ما بحبش الكوره، انا عايز كمبيوتر جهاز واتنين يا حبيبي تؤمر. يا بابا انا ملان، عايز اعمل كامبينج في اوروبا. تروح يا حبيبي. بابا مش عايز كل ده، عايز مزيكا، اجهزه مزيكا. اتفضل يا حبيبي اعمل اللي يعجبك، المهم تكون مبسوط. خبط وكسر في الدنيا ولا في ظهرك. كل ده وانا مش اب كويس يا عروة. جاوبي. قلبك اهم من جيبك. وانت لما ابوك حبكم قلبه ما منعكيش تقول اللي قلتيه في الزمان ده يا عروة. قلبك هو جيبك.